غالباً ما ارتبط اللون الأسود بفساتين السهرة وإطلالات السيدة الملفتة والساحرة، ولكن رأينا للون الأسود في الأزياء منحى آخر في مسلسل الحشاشين، حيث تم اعتماده عند تنصيب حسن الصباح زعيماً، وفي مسلسل الهيبة لم يتخلى تيم حسن عن اللون الأسود، حتى زعامات السياسة. فما السر وراء ارتباط اللون الأسود بالدعاة السريين والجماعات المتطرفة والتاريخ المشؤوم عبر التاريخ؟ الملابس هي رسائل سياسية واجتماعية وشفرات تدل على مضامين دينية وثقافية، والسبب بالاتجاه إلى اللون الأسود هو اعتباره رمزاً للهيبة وعلامة قوة في الحرب، وبحسب عدد من الزعماء في التاريخ اعتبروه يزرع الخوف في قلب الأعداء. وبحسب إحدى الدراسات فإن اللون الأسود هو الاختيار الأفضل لمن يريد لقاء شخص مهم ويحرص على ترك أثر طيب وانطباع قوي منذ الوهلة الأولى، دون أن يبدو جريئاً أكثر من اللازم أو متلهفاً لجذب الاهتمام. إضافة إلى ذلك فإن 66% من النساء يعتقدون أن اللون الأسود هو أكثر لون يجعل الرجال دون جذابين، و 48% من الرجال لديهم الاعتقاد نفسه تجاه ملابس النساء.